نيجي النهارده نلاقيهم بيبنوا سور خرسانه. طب انا ببني بيت سور خرسانه ليه؟ يقول لك عشان المدرعات. مدرعات يعني اذا كنا احنا اصلا في الاربع ايام ما شفناش مدرعات امن مركزي قربت اصلا او حتى جت على مسافه من المكان اللي عامل فيه خرسانه، يبقى مدرعه ايه اللي بيحمينا منها؟ كلام كله كلام اهبل، ولو عيل صغير اصلا ما يصدقش حاجه زي كده. انا رايي ان هو بيعمل كده وبيضحك عليها تاني وبيسقسنا تاني، بيضحك على الناس تاني، يوصلهم ان هم يهتفوا الجيش والشعب ايد واحده واحنا لسه مضروبين برصاص الجيش ده، واحنا بنضرب برصاص الجيش من 8 ابريل. الجيش دخل علينا يوم الحد ضرب نار وشال الجثث رميها في الزبالة. وكلنا نزلنا الجيش ضرب ضرب واحد عسكري بيقول له ايه الله ينور عليك يا باشا. شوف كم واحد من اصحابنا عينهم راحت، كم واحد من اصحابنا هنا عينهم راحت، كم واحد من اصحابنا ماتوا. محدش يقول لنا هو شاف ما شافش، ما هو شاف وعارف احنا هو شاف بص مش هيديله طلقه بيرد اللي هو طلقه بيرميها في قلب الارض، طلقه حيه بيديها بيرميها في قلب الارض. الانقاذ النار شاف التعليق بعد 9 شهور مش هتقدر. ضرب واحد ثاني شنوره وصندوق الزباله. انت ليك واحد زميل مات معانا امبارح، مش ليك واحد زميل مات امبارح معاكم؟ وزميلك مات 50 واحد ماتوا في 5 ايام ذنبهم عند مين؟ وما حد مين اللي هيجيب حقهم؟ طب مين اللي جاب حق اللي هم اللي ماتوا في 28 يناير؟ مين اللي جاب حقهم؟ ولا حد شافهم. ما كناش هنجيب حقنا بايدنا، محدش هيجيب لنا حقنا. مفيش اي كلب هيجيب لنا حقنا، ولا شيخ ولا قسيس هيجيب لنا حقنا. واحنا هنوقع زي ما وقعنا من ورا. واي حد هيدافع عن طنطاوي هيبقى خاين. شهيد واحده ما جاش عمل حد الكلام ده من بدري. هيدافع عن المجلس العسكري هيبقى خاين. واي حد هيستخدم اي حاجه حتى الشيس هيبقى خاين. كلنا طالبنا الجيش ينزل. الحاجة الملحوظة جدا النهاردة التواجد الانتشار الرهيب للإخوان بطريقة يعني غريبة. أول حاجة لاحظتها لما جيت لقيت إن هم عاملين حصار على كل مداخل محمد محمود وموقفين ناس تمنع زي ما يكون شارع أبوهم، ودخلت طبعا برضو غصب عنهم. لقيت بقى جوه كل شوية يجي حد يقول لك يلا على الميدان يلا على الميدان. الثورة في الميدان، نفسي أعرف يعني إيه الثورة في الميدان؟ يعني في حاجه اسمها ثوره في الميدان؟ يعني اللي بيقول كده ده يبقى جاهل، او يعني على الاقل واحد ما يعرفش ايه ثوره. يعني ما فيش حاجه اسمها ثوره في الميدان.